هذه المكتبة، مكتبة الأوقاف العامة التي هي بالخصوص مقابل جامع النبي الشيت الذي هو يكاد لا يبين ودمر من قبل داعش. هذه المكتبة التابعة التي ما زالت تابعة إلى دائرة الأوقاف لحد الآن تعاني من الدمار والأوساخ الموجودة والأتربة الموجودة داخل المكتبة. عندما ارتعينا أو قدمنا التماسا إلى مدير المكتبة بالتصوير، قال بالحرف الواحد أن الوقف السني يريد أو يمنع أي مصور بالدخول إلى هذه المكتبة لحين الحصول على الموافقات. هذه الدوائر التي تمنع الكاميرا من الدخول إلى داخل أي دائرة كانت، اعلم أن هذه الدائرة متلكئة واحدة من الدوائر الفاسدة. والله الأسباب ما نعرف يعني أشني السالفة، بس أمور فيها على أساس يعني راح تتعمر ويا الأوقاف، بس أنا الخبر صحيح أم لا ما نعرف. ونحن طالبنا الجهات ورفعنا كتب البغداد وهم يعني هم يتولوها، ولحد الآن ما جانا أي رد عليها. متعمرة ما كان هسه يستفادون الطلاب من كافة أنحاء المحافظة أو من العراق، مو هي سبب التخصيصات المالية تعرف بغداد طالبهم تحكي معهم يقول لك تخصيصات مالية ماكو، فيحرج يمسكوك من أي شغلة. هي غير تابعة للوقف السني؟ تابعة تعليم ديني ودراسات إسلامية. أيوة هم تابعة للوقف السني. نحن موظفين مكتبة الأوقاف المركزية الموصل، عقد صار لنا 10 سنين، وجد درجاتنا 2014 بسبب الوضع الأمني والهذي ما قدرنا نطلع لبغداد، فدرجاتنا راحت، وعلى أساس يعني موعدينا خير يعوضونا هي على أساس الأيام الأشهر، أم فرد سنة 12 سنة 14 سنة ما معلوم. لا يخفى على ذي عقل أهمية العلم وأهمية أماكن العلم، ومن أبرز أماكن العلم في تراثنا العلمي لمدينة الموصل مكتبة أوقاف نينوى. مكتبة أوقاف نينوى التي حوت أمهات الكتب وحوت أمهات المصادر وحوت أمهات المخطوطات، قدر الله سبحانه وتعالى على هذا البلد المسكين ما عاشه من ظلم ومن اضطهاد ومن تفريط في الحقوق العلمية، وجرى ما جرى على مكتبة أوقاف نينوى. ولكن أبناء الموصل مطالبين حاليا بالنهوض بحال الموصل، ولا تبنى أمة ولا ينهض مجتمع إلا بالعلم، وما من دين اهتم بالعلم كاهتمام الإسلام به. نفخر بأننا من أمة اقرأ، وأول كلمة نزلت من ديننا نزلت في كتابنا نزلت من قرآننا قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فعلينا إذا أردنا أن نحظى بعز الدنيا وعز الآخرة كما قالوا إذا أردتم الدنيا فعليكم بالعلم، وإذا أردتم الآخرة فعليكم بالعلم، وإذا أردتم الدنيا والآخرة فعليكم بالعلم، ولا يكون العلم إلا بوجود أماكنه، ومن هذه الأماكن مكتبة أوقاف نينوى. طبعا المكاتب في صورة عامة في الموصل أثناء احتلال الموصل من قبل عصابات داعش الإرهابية دمرت تقريبا بالكامل، ولكن ولله الحمد كما قال العلماء أن هذه الأمة أمة محمد تمرض ولكنها لا تموت تتعافى، والموصل كذلك نقول عليها أنها تمرض ولكنها لا تموت وتتعافى. الآن نرى مثلا الصروح في جامعة الموصل قد رجعت تقريبا إن شاء الله، ومعظم المكاتب سمعنا خبر قبل أيام أن المكتبة المركزية سوف يقوم بإعادة تأهيلها إن شاء الله. لم يبقى عندنا إلا مكتبة الأوقاف التي بقيت لحد الآن معلقة بين الأوقاف والوقف السني والمدارس الدينية، وتقريبا أهملت إلا من بعض الجوانب الداخلية تم تنظيف البناية، ولكن إذا ما بقت على هذا الحال سوف تؤثر على مدينة الموصل، لأن مدينة الموصل كما يقولون في اللفظة العامية ولادة، فيها علماء وفيها طلاب علم وفيها طلاب ماجستير وفيها طلاب دكتوراه، وهؤلاء يحتاجون للمصادر، وهذه المكتبة تحوي على مصادر قيمة، وطبعا قبل أيام داعش كانت تحوي على مصادر ومخطوطات كثيرة لكنها نهبت وسرقت أيام داعش ولم يبقى فيها إلا بعض الكتب، ولكن الذي بقي ليس بالقليل.